السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده عايزين نحل مسائل على محطه الستيم باور ستيشن. احنا التوتوريال اللي فات اتكلمنا على محطه الستيم باور ستيشن، اتكلمنا عنها بشكل نظري، عن مكونات المحطه، عن العوامل اللي المفروض نراعيها اثناء اختيارنا لمكان المحطه، على ايه هي المميزات وايه هي العيوب بتاعه المحطه دي. فاحنا عايزين بقى دلوقتي نتكلم على الحسابات بتاعة الباور بقى بتاعة المحطة. اوكي، طيب فدلوقتي قبل ما نبتدي بس الموضوع بتاع الحسابات، اوكي، يبقى احنا دلوقتي احنا هنتكلم على ستيم باور ستيشن. اوكي، وخليك فاهم احنا الستيم باور ستيشن هي تعتبر ايه. هي تعتبر اول محطة احنا بناخدوها في المحطات الحرارية. فاحنا دلوقتي اول كاتيجوري محطات عندنا بناخدوها محطات الثيرمال باور ستيشن، اول محطة منهم هي الستيم. لما نخلصها ان شاء الله هنبقى ناخد بعد كده محطه الجاز، محطه الديزل، محطه كومباين سايكل. اوكي، فاحنا دلوقتي شغالين في ايه؟ لسه في اول محطه في الثيرمال اللي هي الستيم باور ستيشن، زي ما قلت لك خدنا المره اللي فاتت اللي هو الجزء النظري بتاعها. النهارده ان شاء الله عايزين نحل المسائل بتاعتها ونكمل في باقي المحطات. طيب فدلوقتي بالنسبه للستيم باور ستيشن، تعالى بس نتفق مع بعض كده على شويه ايه، على شويه ترمينولوجيز. اوكي، طيب ايه هي بقى الترمات اللي عايزين نتفق عليها؟ اول حاجه احنا بنعرف الباور اللي طالعه من المحطه بيبقى ليها قيمه افريج وبيبقى ليها قيمه ماكسيمم. اصل خد بالك ان المفروض الباور اللي طالعه من المحطه مش بتبقى ثابته خلال اليوم، يعني لو قلنا ده الباور وده التايم اللي هو خلال اليوم، فبتبقى الباور اللي طالعه من المحطه مش رقم ثابت. لا، امال بتبقى شكلها ايه؟ لا، بتبقى قيمه مينيمم وبعدين قيمه ماكسيمم وبعدين قيمه مينيمم تاني، وهكذا على حسب ايه، على حسب المتطلبات المطلوبه من المحطه دي. فبيبقى ليها ماكسيمم فاليو وبيبقى ليها ايه، وبيبقى ليها افريج فاليو. طب يبقى احنا كده عندنا افريج باور وعندنا ماكسيمم باور، او بنسمي الماكسيمم ده برضو بنسميه ايه، بنسميه البيك باور. طيب فاحنا دلوقتي عندنا ايه، عندنا الباور الافريج والباور الماكسيمم. الوحدة بتاعتها ايه؟ احنا بنقيس بالكيلو وات. طبعا باور وحدتها بالوات يعني، اوكي، فاحنا بنقول ايه، بالكيلو وات، بالميجا وات، وهكذا. بفكرك ان الكيلو اللي هو 10 اس 3 والميجا بتبقى 10 اس 6. طبعا ايه، دي حاجات بسيطة. ايه كمان بنعرف حاجة اسمها لود فاكتور. طيب ايه حكاية اللود فاكتور ده او ال اف؟ قال لك اللود فاكتور هي النسبة ما بين الافريج باور والماكسيمم باور. اوكي، يعني الافرج على الماكسيمم هو ده اللود فاكتور. بالطبع الافرج اكيد اقل من الماكسيمم، فبالطبع اللود فاكتور ده اكيد اقل من الواحد الصحيح. وبالطبع برضو اللود فاكتور ده هتبقى الوحده بتاعته انه ملوش وحده، لان احنا بنقسم باور على باور، فهي نسبه مش اكتر يعني. اوكي، فلما اقول لك ان المحطه اللود فاكتور بتاعها بيساوي نص مثلا، او بيساوي 6 من 10، 7 من 10، وهكذا، فدي نسبه ما بين الباور الافرج والباور الايه، والباور الماكسيمم. تمام، طب يبقى ده كده اللود فاكتور. هنعرف كمان حاجة اسمها ايه؟ اسمها الـ electrical energy. electrical، تمام؟ energy. طيب ايه بقى حكاية الـ electrical energy دي؟ والله انتوا المفروض عندكم معلومة بتقول ايه؟ بتقول ان اي energy في الدنيا هي بتساوي power في time. جميل؟ يعني انا دلوقتي المحطة مطلعالي مثلا power معينة لمدة زمن معين، فلما اضرب بقى الباور في الزمن ده يديني الانرجي. اوكي، او كنا بنعملها زمان انتجريشن للباور ايه بالنسبه للتايم. فدلوقتي لو ضربت الباور في التايم يبقى انت كده بتجيب ايه، انت بتجيب الالكتريكال انرجي. طب انهي باور؟ الباور الافريج. خد بالك بقى احنا ايه تعاملنا بعد كده كله هيكون بمين؟ بالباور الافريج. يبقى الباور الافريج في مين؟ في التايم. طب الوحده بتاعتنا هتكون ايه؟ والله للوهله الاولى الباور الافريج دي وحدتها قلنا كيلو وات، والتايم احنا ممكن نقول ايه، بالثانيه. تمام، بس احنا مش بنتعامل بقى بالثانيه، احنا بنتعامل بالايه، بالساعات. يعني التايم ده يا ريت ان احنا نعبر عنه بالايه، بالساعات. يبقى كيلو وات ساعه. اوكي، علشان انت بتتكلم بقى في ايه، فرنج ايام وفرنج شهور وهكذا. فانا لو طلبت منك مثلا الالكتريكال انرجي خلال يوم كامل، فاحنا هنعوض بالتي بكام؟ نعوض عن التي ب 24 ساعه. لو طلبت منك الالكتريكال انرجي خلال شهر كامل، فيبقى نعوض عن التي بكام؟ نعوض عن التي ب 24 في 30، اللي هو 24 ساعه في 30 يوم، وهكذا. لو قلت لك الالكتريكال انرجي خلال سنه كامله هيبقى 24 في 365، اللي هو 365 يوم، وهكذا يعني. تمام، طب يبقى كده ايه، ده الالكتريكال انرجي. بنديها رمز ايه، رمز دبليو.
W electrical W E. يبقى لو طلبت منك W E بيساوي كام؟ بيساوي الباور الافريج تايمز الايه؟ التايم نفسه بالساعات. طيب ايه كمان بقى؟ هنعرف حاجة كمان اسمها ايه بقى؟ اسمها الهيت انرجي. هيت انرجي. طيب بس خد بالك ان المحطة بتاعتنا دي هي بتطلع electrical energy من heat energy، من طاقة حرارية، اللي هي الطاقة اللي ايه؟ اللي نتجت عن طريق حرق الوقود، اللي هو الطاقة اللي البويلر بتاخدها علشان خاطر انها تبتدي تعمل الستيم. فالهيت انرجي دي برضو هنديها رمز W بما انها energy، بس نديها رمز W ايه؟ W H. H for heat يعني. زي E اللي فوق دي بس كانت for electrical. طب يا ترى بقى اللي هو الهيت انرجي ده القانون بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ هنشوف دلوقتي. بس خليك فاهم ان الوحده بتاعتها ايه؟ كيلو كالوري. اوكي، يبقى اذا الوحده بتاعتها بالايه؟ بالكالوري. طيب جميل قوي. فيبقى نقدر نقول ان الهيت انرجي للمحطه محتاجاها بتساوي كذا كيلو كالوري وهكذا. طيب عايزين نعرف حاجه كمان. الحاجه كمان دي اسمها ايه؟ اسمها الهيت، هيت ريت. طب ايه حكايه الهيت ريت دي او اختصارها الاتش ار؟ يبقى اذا الاتش ار اللي هو الهيت ريت. الهيت ريت ده اللي هو ايه بقى؟ بص انا هقول لك الوحده بتاعته وانت هتفهم. هو كيلو كالوري لكل كيلو وات ساعه. يعني ده معناه ايه بقى؟ يعني ده معناه انا محتاج ان انا يبقى عندي طاقه حراريه مقدارها كام كيلو كالوري لانتاج 1 كيلو وات ساعه كهرباء. فمثلا لو جيت قلت لك ان الاتش ار مثلا بتاعتنا بتساوي 10 مثلا يعني، فده معناه ايه؟ ده معناه ان علشان انتج انرجي مقدارها 1 كيلو وات ساعه لازم احرق او يبقى عندي هيت انرجي 10 كيلو كالوري. وصلت كده الفكره؟ يبقى ده اللي هو الاتش ار. فلو دلوقتي قلت لك انا عايز قانون للاتش ار، تفتكر القانون بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ ان الاتش ار هو بيساوي الكيلو كالوري اللي هي المفروض مين؟ اللي هي ال W H، صح كده؟ على مين؟ على الكيلو وات ساعه اللي هي مين؟ اللي هي ال W E. يبقى نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان انا لو معايا W H و W E فهم اسمتهم على بعض هو ده الهيت ريت. ده ممكن اول قانون عندنا. الهيت ريت هيبقى له قانون تاني هنكتبه دلوقتي، بس ايه؟ خليك معايا ثواني كده. يبقى كده حضرتك فهمت يعني ايه هيت ريت، تمام؟ طيب عايزين نعرف حاجه كمان اسمها الكالوريفيك فاليو. كالوريفيك فاليو، حلو كده، اللي هي اختصارها السي في. السي في دي بقى هي عباره عن ايه؟ ده رقم خاص بالوقود نفسه اللي انت بتحرقه. يعني زي مثلا انا بحرق فحم، اوكي، او بحرق غاز طبيعي او وات ايفر نوع الوقود اللي انا بحرقه. فكل وقود بيبقى له السي في بتاعه. السي في اللي هو الكالوريفيك فاليو بتاعته. طب هقول لك الوحده بتاعته وانت هتفهم السي في ده عباره عن ايه. السي في الوحده بتاعته كيلو كالوري لكل كيلو جرام. اوكي، يبقى ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان السي في هو مقدار الحراره الناتجه من حرق 1 كيلو جرام من الوقود. يعني مثلا السي في بتاع الفحم، مثلا لو قلت لك ان السي في بتاع الفحم بيساوي 6000 مثلا، يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل ما احرق 1 كيلو جرام من الفحم بينتج طاقه حراريه مقدارها 6000 كيلو كالوري. يبقى اذا نقدر نقول ان السي في هو عباره عن كميه الانرجي اللي هتطلع، الانرجي اللي هي الحراريه نتيجه حرق 1 كيلو جرام من الوقود اللي السي في بتاعه بالرقم الفلاني. يبقى كده انت عرفت الايه؟ الكالوريفيك فاليو او ما يسمى السي في. حلو جدا. طيب عندنا كمان حاجه كمان اسمها ايه؟ اسمها كول كونسومشن. تمام، كول كونسومشن يعني مدى استهلاك الفحم، يعني بستهلك فحم قد ايه. ده باعتبار ان المحطه مثلا بيزد على انها ايه؟ على انها كول فايرد، يعني على انها ان الوقود اللي انا بحرقه جواه هو فحم. طب ايه كول كونسومشن ده؟ قال لك يعني من الاخر كده انت بتحرق كام كيلو جرام، كام كيلو جرام من الفحم، وده اللي بنسميه السي سي. يبقى السي سي اللي هو الكول ايه؟ الكول كونسامشن. بس انا ما بيبقاش هدفي ان انا اطلب منك انك تحسب لي الكول كونسامشن يعني بشكل مجرد كده. قال لك امال بيكون هدفنا ايه؟ بيكون هدفنا ان انا عايز احسب السي سي لكل كيلو وات ساعه. طب احنا لو ترجمنا دي معناها ايه؟ معناها ان انا احرق كام كيلو جرام فحم لانتاج 1 كيلو وات ساعه من الايه؟ من الطاقة الكهربية. ده رقم اظن هيكون رقم مهم بالنسبة لي. ان انا مثلا لو جيت قلت لك السي سي لكل كيلو وات ساعة هو بيساوي مثلا
1000، فده معناه ايه؟ معناه ان انا المفروض احرق 1000 كيلو جرام من الفحم لانتاج 1 كيلو وات ساعه من الكهرباء مثلا يعني، تمام؟ طب يبقى ده كده ايه؟ ده كده اللي هو السي سي لكل كيلو وات ساعه. طب في عندنا قانون ممكن نكتبه دلوقتي، ايه هو بقى؟ ان السي سي لكل كيلو وات ساعه بيساوي كام؟ طيب تعالى بقى، انت عارف ان المفروض الوحده بتاعت الرقم اللي هيطلع ده هو كيلو جرام لكل كيلو وات ساعه، حلو كده؟ طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن ان احنا نبتدي نقول احنا عندنا السي في، السي في اهي وحدتها كيلو كالوري لكل كيلو جرام. طيب عندنا ايه كمان وحده داخل فيها الكيلو كالوري وكده؟ الاتش ار. فانت عندك الاتش ار بيساوي كيلو كالوري على كيلو وات ساعه، اوكي؟ فانت عندك الاتش ار، الاتش ار الوحده بتاعتها كيلو كالوري لكل كيلو وات ساعه، يبقى خد بالك بقى، يبقى انت عندك الاتش ار كيلو كالوري لكل ايه؟ لكل كيلو وات ساعه. طيب انا بقى دلوقتي عايز اعمل قانون يربط التلات كميات دول مع بعضيهم. طب انا هكتبه لك كده وانت قول لي رايك، ان السي سي لكل كيلو وات ساعه هي هتبقى الاتش ار على السي في. طيب بص كده، هو الاتش ار وحدته كانت ايه؟ مش وحدته كيلو كالوري لكل كيلو وات ساعه؟ طب والسي في مش كيلو كالوري لكل كيلو جرام؟ مش كده الكيلو كالوري هتروح مع الكيلو كالوري والكيلو جرام ده هيطلع فوق، اوكي؟ فيتبقى لنا ان الوحده تكون كيلو جرام لكل كيلو وات ساعه. اذا القانون اللي احنا عاملينه ده صح. يبقى كده احنا نقدر نعمل ايه؟ نكتب اول قانون ان الكول كونسومشن لانتاج كيلو وات ساعه كهرباء بيساوي ايه بقى؟ زي ما قلنا ان هو هيساوي الاتش ار على السي في، هيساوي الهيت ريت على الكالوريفيك فاليو بتاعت ايه؟ بتاعت الوقود او بتاعت الفحم اللي انت بتحرقه. فده نعتبره اول قانون عندنا. لو تفتكر كده احنا ايه القوانين اللي كتبناها لحد دلوقتي؟ كتبنا قانون تاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اللود فاكتور بيساوي باور الافريج على باور الماكسيمم. طب ماشي، يبقى ده ايه؟ باور الماكسيمم. ده كمان قانون اهو. في قانون تاني كتبناه قال لك ان الالكتريكال انرجي هي المفروض بتساوي الباور الافريج مضروبه في ايه؟ مضروبه في عدد الساعات. يبقى ده كمان قانون كتبناه. طب هل في قوانين تاني كتبناها لحد دلوقتي؟ لا خلاص، يبقى دي كده ايه؟ دي كده كل القوانين اللي عندنا اللي ممكن نحل بيها. فاضل لنا بقى اخر حاجه عايزين نقول عليها قبل ما نبتدي ان احنا نحل في المسائل على طول. ايه هي بقى؟ ان كفاءه المحطه، الكفاءه اللي هي رمزها ايتا بالمنظر ده، كفاءه المحطه بتساوي كام؟ اللي هي الافشنسي بتاعت المحطه. فانت عندك الكفاءه بتساوي كام بقى؟ خد بالك بقى دلوقتي، انا لو عندي المحطه دي ليها كذا مكون، يعني ايه؟ يعني انت مثلا عندك في الوقود اللي المفروض بيتحرق ده، علشان الوقود يتحرق فيطلع لك في الاخر طاقه ميكانيكيه للتربينه وهي بتلف. مش دي كده انت بتمر ببروسس من ساعه حرق الوقود لحد ما الستيم اللي طالع ده من البويلر يبتدي يحرك التربينه فالتربينه تدور؟ طب هل تفتكر ان كميه الطاقه او يعني كميه الباور اللي انت يعني اللي طلعت اثناء حرق الوقود كلها بنسبه 100% اتحولت لطاقه ميكانيكيه دورانيه للتربينه؟ اكيد لا. يبقى اتحولت بكفاءه قد ايه؟ اسمها بكفاءه ايتا ثيرمال، تمام؟ طيب دلوقتي التربينه لفت خلاص كده، لما التربينه تلف هيحصل ايه؟ مش هتبتدي ان انا احط عليها جنريتور علشان تطلع لي كهرباء؟ يبقى الطاقه الميكانيكيه هتتحول دلوقتي لايه؟ لطاقه كهربائيه، او اللي هي الباور الميكانيكال دي هتتحول لباور ايه؟ لباور الكتريكال. طب تفتكر الباور الميكانيكيه اتحولت بنسبه 100% لباور الكتريكال؟ قال لك لا، هتلاقيها برضو اتحولت بنسبه ايه؟ زي مثلا 80% 90% 60% على حسب كفاءه الجنريتور بتاعك. فدي بنسميها ايه؟ بنسميها كفاءه النظام الايه؟ الالكتريكال. فاحنا دلوقتي بقى لو قلت لك يبقى الكفاءه اوفرول، اوفرول اللي هي الايه؟ الكفاءه الكليه، هتساوي كام؟ يبقى احنا دايما في الكفاءات بنعمل ايه؟ بنضرب الكفاءات في بعضيها. يعني لما يبقى عندك المحطه بتاعتك بتتكون من كذا ستيج، كل ستيج ليها كفاءه، فنقدر نقول ان الكفاءه الكليه بتبقى عباره عن ايه؟ حاصل ضرب الكفاءات دي كلها في بعض. شيء طبيعي طبعا الكفاءات بتتضرب ايه؟ اكيد مش بتتجمع، واظن ده شيء مفهوم. طيب هل ده كده قانون الايتا اوفرول؟ قال لك في قانون تاني. ايه هو بقى القانون التاني ده؟ ان هو بيساوي 860
على الاتش ار. طب واحده واحده بقى كده، ايه حكايه 860 على الاتش ار ده؟ هو الاتش ار بتاعتنا كانت المفروض اللي هي الهيت ريت، الهيت ريت اللي هي كميه الحراره اللي المفروض اولدها علشان خاطر اطلع 1 كيلوات ساعه كهرباء، كانت وحدتها ايه؟ كانت وحدتها كيلو كالوري، تمام كده، لكل ايه؟ لكل كيلو وات ساعه كهرباء. طب لو جيت قلت لك دلوقتي طالما الاتش ار موجوده تحت في المقام، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الواحد على الاتش ار، مقلوب الاتش ار، واحد على الاتش ار، يبقى المفروض الوحده بتاعته ايه؟ مش تبقى الوحده بتاعته كيلو وات ساعه لكل كيلو كالوري؟ طب حلو جدا، خد بالك ان الكيلو وات ساعه دي اللي هي الايه؟ المفروض الطاقه الكهربائيه، وده يعتبر اللي هو الاوتبوت بتاع المحطه، والكيلو كالوري هي الطاقه الحراريه، وده يعتبر انبوت المحطه. يعني نقدر نقول ان واحد على الهيت ريت هو بيساوي ايه؟ بيساوي اوتبوت المحطه على انبوت المحطه. طب ما هو الاوتبوت على الانبوت هو ده الديفينيشن اللي احنا فاهمينه في الهندسه الايه؟ للكفاءه. يبقى نقدر نقول ان الكفاءه هي عباره عن ايه؟ واحد على الهيت ريت. ولكن خد بالك من حاجه، احنا عارفين ان الكفاءه المفروض تكون الوحده بتاعتها مالها؟ مالهاش وحده، انها المفروض نسبه. لكن بالمنظر ان انا لو قلت لك ان الكفاءه بتساوي واحد على الهيت ريت، مش كده هيبقى ليها وحده اللي هي هتبقى كيلو وات ساعه لكل كيلو كالوري؟ قال لك خلاص، يبقى احنا نعمل ايه؟ نشوف الكيلو وات ساعه التحويله بتاعته لكيلو كالوري عامله ازاي، تحويله وحدات، علشان خاطر الاثنين يبقى ليهم نفس الوحده، فيبقى النسبه ما بينهم تبقى مالها؟ تبقى يونتلس، تبقى مالهاش وحدات. الرقم بتاع التحويل هو ده اللي اسمه 860 اللي فوق. فهمتوا ال 860 دي جت منين؟ من تحويله الكالوري الوات مش اكتر يعني. طيب يبقى كده نقدر نقول ايه؟ ان الايتا اوفرول هي بتساوي ايه؟ هي بتساوي 860 على الهيت ريت، او بتساوي حاصل ضرب ايه؟ حاصل ضرب الكفاءات دي في بعضها. كده حضرتك دول الاربع قوانين اللي عندنا اللي باستخدامهم ممكن ان احنا نحل اي مساله. طيب تعالى كده نبتدي اول مساله عندنا. يبقى هنبتدي في ايه؟ ادي اكزامبل نمبر 1. بقول لك ايه في الاكزامبل ده؟ بقول لك عندنا كول فايرد ثيرمال باور ستيشن. كول فاير يعني هي بيزد على ايه؟ انها بتحرق فحم يعني. ثيرمال باور ستيشن جنريتس، هي بتطلع 60 ميجا وات. ماشي، يبقى بتطلع 60 ميجا وات، يبقى ده مين؟ يبقى ده المفروض الباور الالكتريكال، صح كده؟ باور الكتريكال بيساوي 60 ميجا وات. طيب ده عظيم جدا. ايه كمان؟ بيقول لك انها بتطلع ال 60 ميجا وات دول at overall thermal efficiency، overall thermal efficiency بتساوي كام؟ بتساوي 30%. قال لك overall، overall يبقى دي مين؟ يبقى دي مش ايتا ثيرمال. هو لو كان قال لي thermal efficiency وسكت، يبقى دي كانت اللي هي مين؟ دي كانت اللي هي ايتا ثيرمال اللي هنا. لكن هو انا ما قلتلكش thermal، قلت لك overall thermal. فيبقى انا قصدي بيها ايه؟ قصدي بيها اللي هي الاوفرول كلها، اللي هي الثيرمال مع الالكتريك. طيب يبقى كده هو قال لك ان الكفاءه الاوفرول بتساوي كام؟ بتساوي 30 في المية، يعني بتساوي 3 من 10 اللي هي 30 على 100 يعني. طيب جميل. بعد كده بقول لك ايه بقى؟ if the cool burnt اللي هو الفحم اللي انا بحرقه ده has calorific value بيساوي 6950 كيلو كالوري لكل كيلو جرام، يعني السي في بتاع الفحم بيساوي 6950 كيلو كالوري لكل كيلو جرام فحم بيتحرق. find the cool consumption per kilowatt hour. يبقى find cool consumption لكل كيلو وات اور. طب واحده واحده بقى كده، هو انت دلوقتي عندك الكول كونسامشن لكل كيلو وات اور، القانون بتاعه عامل ازاي؟ يبقى هقول سي سي لكل كيلو وات اور ايكوال. طب فاكرين هاي كان القانون بتاعه عامل ازاي؟ كان بيساوي الاتش ار على الاتش ار على السي في، او يبقى السي سي لكل كيلو وات اور بيساوي الاتش ار على السي في. يبقى تعالى كده، يبقى ده بيساوي كام؟ بيساوي اتش ار على السي في. طب انا عشان احسب السي سي لكل كيلو وات اور اللي هو الكول كونسامشن لكل كيلو وات اور، لازم يبقى معايا الاتش ار والسي في. طب هل انت معاك الاتش ار والسي في؟ لا، انا معايا السي في فقط، اوكي، اللي هي 6950. لكن هل انا معايا الاتش ار؟ يبقى دلوقتي تعالى نشوف ايه الاتش ار هنجيبها ازاي. تمام، طب تعالى نشوف بقى دلوقتي الاتش ار ده هنجيبه ازاي. اوكي، طب انا دلوقتي عايز اجيب الاتش ار، الاتش ار هل هي موجوده في اي قوانين تانية من القوانين اللي انا عارفها؟ هنلاقيها ان هي موجوده في قانون الايتا اوفرول، انها بتساوي 860 على الاتش ار. لا يبقى ثانيه بقى، يبقى احنا لو دلوقتي عملنا ايه؟ قلنا ان ايتا اوفرول بيساوي 860
على الاتش ار، يبقى نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان ايتا اوفرول اللي هي ب 3 من 10 بيساوي 860 على الاتش ار. ما كده يبقى مشاكلي اتحلت. يبقى اذا الاتش ار هتساوي 860 على 3 من 10 تطلع لي 2867، والوحده طبعا كيلو كالوري لكل كيلووات ساعه ينتجه من الكهرباء. خلاص يبقى انا ممكن اروح اعوض بيها هنا، يبقى نقدر نقول ان السي سي لكل كيلووات ساعه اللي هو كل كونسامشن لكل كيلووات ساعه هيساوي الاتش ار اللي هو 2867 على السي في اللي هو 659. يبقى كده ايه؟ لو قسمناهم على بعض هيطلع لك بيساوي 0.413، والوحده هتبقى ايه؟ سي سي يعني كول كونسامشن، يبقى كيلو جرام لكل ايه؟ لكل كيلو وات ساعه. من الرقم ده يبقى انا كده فهمت ايه؟ ان لانتاج 1 كيلو وات ساعه من الكهرباء يكفي ان انا احرق 0.413 كيلو جرام، يعني احرق 413 جرام من الفحم، هينتجوا لك 1 كيلو وات ساعه كهرباء على طول. طيب هل ده كان الطلب الوحيد في المساله؟ قال لك لا، كان في طلب كمان. قال لك ايه هو بقى؟ قال لي هات لي الكول كول كونسامشن. اوكي هات لي الكول كونسامشن تمام من الفحم، يعني احرق كام كيلو جرام فحم. اوكي طيب علشان يعني مش بقى انتج 1 كيلو وات ساعه كهرباء، لا علشان اقضي اليوم كله، يبقى السي سي بير داي، يعني عايزينها في الايه؟ في اليوم الواحد هتساوي كام؟ طب بالراحه بقى كده. دلوقتي انت المفروض ايه؟ انت المفروض بتحرق 0.413 كيلو جرام من الفحم علشان تنتج 1 كيلو وات ساعه كهرباء. طب انا مش عايز كده، انا عايز احرق فحم قد ايه في اليوم كله. يبقى اذا انا لو عرفت انا محتاج كام كيلو وات ساعه في اليوم كله، يبقى دلوقتي انا عايز اعرف انا محتاج كام كيلو وات ساعه في اليوم كله. مش يبقى كده انا عرفت محتاج احرق كام كيلو جرام فحم في اليوم كله. طيب ايه الكيلو وات ساعه اللي بيبقى في اليوم ده؟ كيلو وات ساعه دي وحده الانرجي الالكتريكال، يبقى ده دبليو اي. يبقى انت محتاج تعرف ال WE بس خلال يوم كامل. طب هو ال WE بيساوي كام؟ مش بيساوي الباور الافريج مضروب في التايم. طيب كويس قوي. دلوقتي بقى انت التايم هنا انا عارف ان هو هيكون عدد ساعات، صح كده؟ اتفقنا ان هو دايما التايم بالساعه. طب هتفتكر هنعوض عن التايم هنا بكام ساعه؟ مظبوط، ب 24 ساعه، علشان خاطر احنا شغالين على سكيل يوم. يبقى التايم هنا هيساوي 24 ساعة. طب ويا ترى بقى الباور الافريج هتساوي كام؟ نرجع كده الأول المسألة خالص. هو كان في أول المسألة قال لي cool fired thermal power station generates 60 ميجا وات. يبقى كان عاطيني أصلا مين؟ ال 60 ميجا وات دول. بس خد بالك من حاجة في منتهى الأهمية. إيه بقى الحاجة دي؟ إن أنا لما أقول لك إن المحطة بتطلع 60 ميجا وات واسكت، بيبقى قصدي بيهم الماكسيمم. خد بالك، لما باي ديفولت لما اقول لك ان المحطه دي 60 ميجا، يبقى 60 ميجا دول هم الماكسيمم. يعني مش هم مين؟ مش الافريج. طب يبقى ازاي بقى انا هجيب الافريج؟ في بقى جيفن اخير في السؤال انا لسه ما قلتهولكش. قال لك ايه؟ قال لك جيفن ذات ان اللود فاكتور بيساوي 4 او بيساوي 40%، يعني بيساوي 4 من 10. تمام كده الحلقه اكتملت. ما انت عندك اللود فاكتور المفروض ايه القانون بتاعه؟ باور الافريج على باور الماكسيمم. حلو كده. طب انت اللود فاكتور بكام؟ ب 4 من 10، بيساوي الباور الماكسيمم 60 ميجا وات. يبقى الباور الافريج هي دي اللي ايه؟ تعرف تحسبها من هنا. يبقى من هنا انا ممكن اقول لك ايه؟ ممكن اقول لك يبقى اذا الباور الافريج هيساوي كام؟ هيساوي 60 ميجا وات ضرب 4 من 10. وصلت كده؟ يطلع لك كام؟ يطلع لك 24 ميجا وات. يبقى اذا هو ده اللي هروح اعوض بيه فين بقى؟ كباور افريج. وصلت كده الفكره؟ بس لاحظ حاجه، احنا عايزينها بوحده كيلو وات مش ميجا وات. فطبعا الميجا وات دي انا ممكن اقولها ايه؟ اقول ان هي 24 واخد منهم بس 10 اس 3 وتبقى تتحول كيلو وات. ما انت فاهم ان الميجا 10 اس 6، لو خدت بس 10 اس 3 يتبقى لك 10 اس 3 تانيين موجودين في كلمه كيلو هنا.
خلاص يبقى اذا احنا هنعوض هنا بكام؟ يبقى الالكتريكال انرجي في اليوم الواحد هيساوي كام بقى؟ هتساوي 24 في 10 اس 3 كيلو وات افريج مضروبه في 24 ساعه، يطلع لك كام؟ يطلع لك 5 7 6 تمام، يطلع لك 5 7 6 0 0 0 كيلو وات ساعه. يبقى اذا انت انتاجك من الكهرباء في اليوم الواحد 576 الف كيلو وات ساعه. يبقى اذا انت استهلاكك من الفحم في اليوم الواحد قد ايه؟ افتكر معايا احنا كنا بنستهلك 0.413 كيلو جرام فحم لانتاج 1 كيلو وات ساعه. يبقى يا ترى هنستهلك كام كيلو جرام فحم لانتاج ال 576 الف كيلو وات ساعه اللي بينتجوا في اليوم الواحد؟ يبقى هنعمل المقص، يبقى اذا الرقم اللي المفروض احنا عايزينه اللي هو الكول كونسامشن بير داي هيساوي كام؟ هيساوي اللي هو 0.413 ضرب 5 7 6 0 0 0 على 1، يعني هيطلع لك بكام؟ الف، هيطلع لك 2 3 7 8 8 8 كيلو جرام. يبقى احنا دلوقتي المحطه دي محتاجه تحرق في اليوم الواحد 237888 كيلو جرام من الفحم علشان تطلع كميه الكهرباء اللي هي 60 ميجا وات بيك، 60 ميجا وات ماكسيمم، اللي هي 24 ميجا وات ايه؟ اللي هي 24 ميجا وات افريج. فاكر كده الفكره؟ طيب يبقى دي كده عندنا ايه؟ اول مساله عندنا. طيب تعالى كده نقلب نشوف ايه؟ نشوف مساله كمان. يلا بينا. المساله الثانيه بقى بتقول لك ايه؟ بتقول لك كول فايرد ثيرمال باور ستيشن supplies the electrical energy to residential load area of 100 okay. يبقى هو دلوقتي بتقول لك ايه؟ بيقول لك ان عشان بس ما ننتهش في الكلام، بيقول لك ان احنا في عندنا محطه ثيرمال باور ستيشن هي بتدي كهرباء لمساحه سكنيه residential load area تمام. طيب المساحه بتاعتها كام بقى؟ قال لك الاريا بتاعتنا دي، الاريا يبقى ده اكزامبل تاني اهو، الاريا بتساوي كام ريزيدنشال؟ 120 كيلومتر مربع، يعني كانه ايه؟ مكان كده يعني كومباوند كبير جدا كده. طيب الريزيدنشال اريا دي 120 كيلومتر مربع الحي ده كله. بيقول لك ات ان اوفرول ثيرمال افشنسي، اوفرول خلاص يبقى كده ايه؟ ايتا اوفرول بتاعت المحطه بتساوي كام؟ بتساوي 30%. اخدين بالكم يا جماعه المحطات الثيرمال دايما ايه الكفاءه بتاعتها صغيره كده اوكي، ودي كانت من ضمن العيوب اللي احنا ايه اللي احنا اتناقشنا فيها المره اللي فاتت. يبقى عندك ايتا اوفرول ب 3 من 10. طيب ده عظيم جدا. قال لك ايه كمان بقى؟ بيقول لي ذا لود داتا ار ايه بقى معلومات اللود؟ قال لك ان البيك لود دنسيتي، بيك لود دنسيتي بتساوي كام؟ بيساوي 50 كيلو وات لكل كيلو متر مربع، واللود فاكتور بيساوي 9 من 10 سوري بتساوي 50%، بيساوي 50%. طب احنا نفهم من ايه من الكلمتين دول؟ بص بقى، اولا اللود هو مديهولك كبيك، يبقى دي المفروض الكيلو وات ده هو الباور الماكسيمم تمام. طيب بس هو مديهولك مش على هيئه باور، هو مديهولك على هيئه باور دنسيتي. باور دنسيتي يعني هي مقسومه على المساحه، يعني بيقول لك 50 كيلو وات لكل 1 كيلومتر مربع، يعني من الاخر كلهم هيبقوا كام كيلو وات؟ هاخد ال 50 كيلو وات لكل كيلومتر مربع اضربها في 120 كيلومتر مربع، يطلع لك الناتج بوحده كيلو وات. بس الناتج ده اللي هيطلع لك هو بيك، يعني باور ماكسيمم. طبعا احنا مش بنتعامل بالماكسيمم، بنتعامل بالافريج، لذلك هو مدينا مين؟ مدينا كمان اللود فاكتور بتاع الايه؟ بتاع الحمل ده، علشان خاطر ان انا اقدر احسب منه ايه الافريج باور. ولكن كان في بس ملاحظه صغيره، ايه هي؟ ان البيك لود دي ما كانتش وحدتها كيلو وات. الله، امال كانت وحدتها ايه؟ ده الباور المفروض كيلو وات، لا كانت بالكيلو فولت امبير. اوكي طيب ايه حكايه بقى كيلو فولت امبير ده؟ اولا هو الباور انتوا عارفين ان هو فولت في تيار، ده بشكل بسيط يعني تمام. هتقولي طب ما هي سهله، ما هي الوات هي مين؟ هو الفولت امبير.
لا بص يا باشمهندس، انت كده غايب بس عنك حاجه بسيطه، ده بسبب انك لسه بتدرس بس حاليا لسه الدي سي اي، الدي سي سيركت. لما هتبتدي تدرس الاي سي سيركت هتلاقي ان الباور مش فولت وتيار بس، لا هتلاقي ان في جزء كده داخل معانا اسمه ايه، اسمه الباور فاكتور او الفيز شيفت ما بين الفولت والكرنت. اوكي طبعا الموضوع ده من الصعب انك تفهمه مني دلوقتي لانك انت لسه ما درستش اي سي سيركت. فانت لما هتدرس اي سي سيركت هتفهم ان في حاجه اسمها مش باور وبس، لا هتلاقي ان في حاجه اسمها ابيرنت باور، وفي حاجه اسمها اكتف باور، وفي حاجه اسمها ري اكتف باور. اوكي فانت في كذا، هتلاقي كذا نوع من انواع الباور. اوكي وهتفهم ده بالتفصيل لما تاخد الاي سي سيركت. لحد دلوقتي بس كل اللي انا عايزك تكون عارفه ايه، هي انك ازاي تحول من كيلو فولت امبير لكيلو وات. يبقى دلوقتي ازاي احول من كيلو فولت امبير لكيلو وات بشكل متجاوز كده مننا دلوقتي، تمام؟ ان الكيلو فولت امبير لما يتضرب في فاكتور كده اسمه الباور، اسمه الباور فاكتور، تمام؟ ساعتها بيتحول لكيلو وات. فانت خدها بس مني دلوقتي كده بشكل بسيط قوي، وطبعا ده بالتفصيل الممل هتبتدي انك تدرسه في الاي سي سيركت اول ما تبتدي شغل الاي سي وتبتدي تاخد درس الباور فاكتور. ساعتها هتبقى فاهم الموضوع ده ونرجع نتناقش في الجزء ده تاني، تمام؟ طيب هو يا ترى بقى الباور فاكتور كام؟ هل هو ال 50%؟ لا يا باشمهندس لو سمحت ركز، ال 50% ده اسمه اللود فاكتور. الله، يعني الباور فاكتور ده حاجه تانيه غير اللود فاكتور؟ اه دي حاجه تانيه خالص انت لسه هتدرسها لما تاخد الاي سي سيركت. طب هل هي كانت معطاه في المساله؟ اه كانت معطاه في المساله. قال لك ان اللود باور فاكتور، خد بالك بقى من ديها، وما قالكش اللود فاكتور، قال لي لا ذا لود باور فاكتور اللي هو الباور فاكتور اللي انا بدور عليه ده بيساوي كام؟ الباور فاكتور اللي بدور عليه ده كان جيفن في المساله انه بيساوي 9 من 10 لاج. طبعا هو الباور فاكتور في منه لاج وفي منه ليد، بالطبع انت مش هتفهم مني يعني ايه الفرق ما بين لاج وليد باور فاكتور لانك لسه ما درستش الباور فاكتور، فانت كانك مش شايف كلمه لاج دي خالص، وانت خدها بس مني لحد دلوقتي ايه انها بتساوي 9 من 10. يعني خلاصه الكلام من الكام معطى اللي احنا معانا دول نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان الباور الماكسيمم اللي المفروض المحطة دي تطلعه بيساوي كام؟ يساوي 50 كيلو فولت أمبير. أقوم ضاربها في 9 من 10 عشان يبقى كل ده كده وحدته كيلو وات دلوقتي، بس ده للأسف هو كيلو وات لكل كيلومتر مربع. هقوم ضربه في عدد الكيلومترات المربعة اللي هو 120 كيلومتر مربع، يبقى كده ده يعتبر مين؟ ده يعتبر الباور الماكسيمم بتاعي. حلو جدا. يبقى دلوقتي لو أنا عايز أحسب بقى الباور الأفريج، احسب الباور الافريج ازاي؟ انت افتكر معايا ان اللود فاكتور كان بيساوي الباور الافريج على الباور الماكسيمم. اوكي طيب فانت دلوقتي عندك ايه؟ انا عايز الباور الافريج، يبقى الباور الافريج هيساوي كام؟ الماكسيمم في اللود فاكتور، يبقى الباور الماكسيمم ضرب لود فاكتور، يعني هيساوي اللي هم 50 في 9 من 10 في 120، ده كده اللي هو الباور الماكسيمم، تمام؟ في اللود فاكتور اللي هو كان بكام؟ اللي هو كان ب 50%، يعني في نص. يطلع لك كام بقى اللي هو الباور الافريج؟ طلع لك الباور الافريج بيساوي 2700 كيلو وات. يبقى ده كده ايه؟ انت لحد دلوقتي جبت الباور الافريج اللي المفروض المحطه دي تطلعها عشان تغذي المنطقه السكنيه بتاعتنا انها 2700 ايه؟ 2700 كيلو وات. طيب ايه تاني يا جماعه في المساله دي؟ احنا لحد دلوقتي على فكره ما شفناش ايه المطلوب، احنا بنحلل الجيفنز بس. طب بقول لك if the cool burnt has calorific value، يبقى انا دلوقتي بقى بديك السي في بتاع الفحم بيساوي كام؟ اكيد طبعا شبه المساله اللي فاتت اللي هو 6 9 ايه؟ 6 9 50 كيلو كالوري، يعني كان نفس نوع الفحم يعني كيلو كالوري لكل ايه؟ لكل كيلو جرام. طيب يبقى انت كده معاك السي في، حلو جدا. قلت لك find ايه؟ find the cool consumption per day بوحده طن بالايه؟ بالاطنان. ماشي نجيبها بالكيلو جرام وساعتها يعدلها ربنا. يبقى احنا عايزين السي سي بير داي. فاكرين كده دي شبه المساله اللي فاتت بالظبط، انت عشان تجيب الكول كونسمشن بير داي انت لازم الاول تجيب لي ايه؟ تجيب لي الكول كونسمشن لانتاج الكيلو وات ساعه كهرباء. طب كان القانون بيقول لي ايه؟ ان السي سي لكل كيلو وات ساعه بيساوي الاتش ار على السي في. طيب انت دلوقتي السي في معانا بس الاتش ار مش معانا، فعلى جنب كده اقوم مفتكر ايه قانون الايتا اوفرول انه بيساوي 860 على الاتش ار. يبقى الايتا اوفرول كان معطاه في المساله بكام؟ انها بتساوي 3 من 10، كانت 30% الكفاءه. يبقى 3 من 10 بيساوي 860 على الاتش ار. يبقى من هنا
قدرنا ان احنا نطلع مين؟ الاتش ار. يبقى الاتش ار هيطلع لك بايه؟ حتى هتلاقيه بنفس الرقم بتاع المساله اللي فاتت اهو، لان كانت المساله فاتت 30% برضو. يبقى عندك ايه اللي هي 2 8 6 7، يبقى ده المفروض الاتش ار بتاعنا بوحده طبعا كيلو كالوري لكل كيلو وات ساعه. طب يبقى دلوقتي بقى الاتش ار بتاعنا ده هروح اعوض بيه بالقانون بتاع اللي هو السي سي لكل كيلو وات ساعه. يبقى سي سي لكل كيلو وات ساعه هيساوي كام؟ هيساوي اللي هي 2 8 6 7 على السي في بتاع الفحم اللي هو 6 9 50. فطبعا ايه، انتوا واخدين بالكم ان الارقام لحد دلوقتي شبه ارقام المساله اللي فاتت، فبالطبع هيطلع الناتج ده هو اللي هو 0.413 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعه. يبقى انا محتاج احرق 0.413 كيلو جرام فحم لانتاج 1 كيلو وات ساعه كهرباء. طيب فاكرين بقى كنا ازاي نجيب السي سي بير دي؟ عن طريق ان انا احسب هو الانرجي الالكتريكال اصلا في اليوم الواحد اللي المفروض المحطه دي تطلعها كام. والله الالكتريكال انرجي بيساوي الباور الافريج مضروب في الايه؟ مضروب في الزمن. طب انت الباور الافريج جبتها بكام؟ اه انت لسه جايبها من الصفحه اللي فاتت على طول، انها 2700 كيلو وات. يبقى عندك 2700 كيلو وات اقوم ضاربها في كام؟ اقوم ضاربها في 24 ساعه، ليه 24؟ لان احنا شغالين على سكيل يوم واحد بس، يبقى في 24. يبقى انت كده طلعت الالكتريكال ايه؟ اللي هي الالكتريكال انرجي بتاعتك. طيب حلو جدا. بعد ما طلعت الالكتريكال انرجي بتاعتك هتطلع بكام الرقم ده؟ يطلع ب 6 4 8 0 0 كيلو وات ساعه. يبقى انت في اليوم محتاج تنتج 64800 ايه؟ 800 كيلو وات ساعه. طب يبقى اذا انت محتاج تحرق بقى كام كيلو جرام من الفحم يوميا؟ انت محتاج تحرق 0.413 كيلو جرام فحم لانتاج 1 كيلو وات ساعه كهرباء. يبقى محتاج تحرق كام كيلو جرام من الفحم لانتاج اللي هم الاربعه و60800 كيلو وات ساعه؟ يبقى نفس المقص بتاعنا، يبقى السي سي بير داي والكونسمشن بير داي هيساوي اللي هو ال 64800 ضرب ال 0.413، عدد اضربهم في بعض هيطلع لك 26731 كيلو جرام من الفحم يوميا. هو كان عايزهم بالاطنان، خلاص يبقى 26.731 طن فحم يوميا لازم يتحرقوا. وصلت كده الفكره؟ طيب المساله دي لو خدت بالك منها هي نفس المساله اللي فاتت، ولكن احنا عرفتك بس فيها فكره الكيلو فولت امبير اللي هو موضوع الوحده الجديده للباور دي اللي انت بتتعرف عليها دلوقتي. اوكي، ان بدل ما اديها لك ان اديتك الباور بالكيلو وات اديتها لك بالكيلو فولت امبير، فانت كده هتبقى عارف انك عشان تحولها تضرب في الايه؟ في اللود باور فاكتور مش اللود فاكتور. لو سمحت فرق ما بين اللود فاكتور واللود باور فاكتور. يبقى الباور فاكتور ده بتاعت التحويله، اما اللود فاكتور ده كانت العلاقه بين الافريج والماكس. تمام. طيب دلوقتي بقى كده تعال نشوف ايه، نشوف كمان واحده مساله كمان. المساله اللي جايه دي بقى في منتهى الاهميه، بيقول لك ايه اكزامبل اهو كمان، بنقول لك ان احنا عندنا ستيم باور بلانت. ماشي، ستيم باور بلانت يعني ستيم باور ستيشن، يعني مالها؟ هاز ذا فولوينج داتا. طب تعالى بقى نشوف ايه بقى الداتا بتاعت المحطه دي. بيقول لك الماكس ديماند بتاعها بيساوي 20 في 10 اس 3. يبقى الماكس ديماند بتاعها بيساوي 20 في 10 اس 3، يعني 20000 كيلو وات. هو ايه الماكس ديماند ده؟ هو ديماند يعني احتياج، صح؟ يعني هو انت محتاج ايه من المحطه؟ يعني اكيد محتاج كهرباء. يبقى اذا الماكس ديماند ده اللي هو مين؟ اللي هو الباور الماكسيمم. اوكي، يبقى خد بالك بقى، انت الباور الماكسيمم لحد دلوقتي طلعت بكذا منظر، يا اما قلت لك عليها الماكسيمم باور، يا اما قلت لك عليها الماكسيمم ديماند، يا اما لو تفتكر في المساله اللي فاتت قلت لك عليها البيك لود او البيك ديماند. وصلت؟ او البيك باور. يبقى لو قلت لك ماكسيمم قلت لك بيك، قلت لك يعني او ماكس ديماند، يبقى ده كلها ايه؟ ده كلها الباور الماكسيمم. اوكي، خد بالك ان في لفظ اخر برضو معناه باور ماكسيمم اللي هو الايه؟ لما اقول لك الكاباسيتي بتاعت المحطه، سعه المحطه، لما اقول لك كاباسيتي المحطه بتساوي 20000 كيلو وات، يبقى ده الباور الماكسيمم. يبقى كده دي كلها ايه؟ كلها الاسامي بتاعت الباور الماكس. لو قلت لك المحطه دي 20000 كيلو وات وسكت، ما قلتلكش هم ماكسيمم ولا افريج، فانت باي ديفولت هتتعامل معاه لان الرقم اللي بقوله لك ده هو مين؟ هو الماكسيمم. وصلت؟ ومحتاج يتضرب في اللود فاكتور عشان يجيب لي الباور الافريج اللي هحل بيه. طب تعالى نكمل مسالتنا. بقول لك الماكس ديماند بتاعنا بيساوي 20 في 10 اس 3 كيلو وات، يبقى ده الباور الماكسيمم. بالطبع اكيد الباور الماكسيمم جيفن لازم الاقي اللود فاكتور جيفن علشان اعرف اشتغل. بالفعل اللود فاكتور كان جيفن بيساوي 40%.
طب ده عظيم جدا. ايه كمان؟ قال لي ان كفاءة البويلر بتساوي 60%. طب ده عظيم. وكفاءة التوربينة، حلو كده، بتساوي 50%، برضو ده عظيم. وكفاءة الجنريتور بتساوي 90%. خد بالك هو مفصص لك المرة دي المحطة لثلاثة ايه؟ لثلاث مراحل، مش مرحلتين يعني، مش ثيرمال والكتريكال، لا ده هو مقسمها لك ايه، البويلر لوحده والتربينه لوحدها والجنريتور لوحده، ده كفاءته كام وده كام وده كام. طيب خلينا نكمل. وجيت قلت لك بقى ايه، قلت لك ان السي سي الكول كونسامشن لانتاج 1 كيلو وات ساعه من الكهرباء بيساوي 9 من 10 كيلو جرام من الفحم لانتاج كيلو وات ساعه من الكهرباء. يبقى اديتك السي سي لكل كيلو وات ساعه المره دي ب 9 من 10. حلو جدا. طيب ايه المطلوب بقى؟ قال لي فايند السي في بتاع الفحم بكام، وفايند رقم اتنين. يبقى اول ايه، ده اول طلب. تاني طلب قال لي هات لي الكوست اللي انا هتكلفه، انا هتكلف كام، اللي هو تكلفه الكول، كوست اوف كول، تمام، برير تكلفه الفحم قد ايه في السنه، علما بان تكلفه طن الفحم الواحد بيساوي ايه؟ بيساوي $15. ماشي؟ طبعا الايه؟ الاسعار دي قديمه، ها؟ بس ماشي خلينا نكمل. يبقى تعالى نتخيل كده ان كان ايه طن الفحم ده ب $15. طيب تعالى نكمل كده. فهو عايز بقى الكوست برير. فطبعا الكوست برير ده هيجي عن طريق ايه؟ ان انا اجيب الكول كونسامشن برير واقوم ضاربها في كام؟ اشوف انها كام طن واضرب الطن في $15، يبقى انا كده جبت الكوست بتاعي. فده طبعا كان حاجه ايه؟ مطلوبه منك. ايه المطلوب كمان؟ قال لي مطلوب كمان باور لوسز، ان اللوسز الباور ان ايتش بارت، ان ايتش بارت، بس عايزها بالميجا وات. ماشي نجيبها بس بالكيلو وات ويعدلها ربنا بعد كده. يعني عايز اللوسز اللي ضايعه في كل بارت. ايه ده، هو في لوسز ضايعه في كل بارت؟ طبعا انت مش شايف الكفاءات، هو في حاجه منهم كفاءتها 100%؟ ما هي الحاجه اللي كفاءتها 100% هي اللي ما بيضيعش فيها لوسز. لكن مثلا عندك البويلر، البويلر ضايع فيها كام؟ هي بويلر كفايتها 60%، يعني ضايع منها 40%. التربينه كفايتها 50%، يعني ضايع 50%. الجنريتور كفايتها 90%، يعني ضايع 10%. يبقى احنا دلوقتي محتاجين نجيب ايه؟ نجيب الباور اللوسز في كل مرحله او في كل جزء من المحطه. مطلوب منك ايه كمان؟ قال لي اخر طلب، انا عايز توتال انرجي، بس مش انرجي توتال، انرجي لوس، مش الانرجي جيند اللي هي اللي انا باخدها، لا ده توتال انرجي لوس اللي راحت مني في السنه الواحده. يبقى يا ترى السنه الواحده بيضيع مني لوسز ايه؟ انرجي قد ايه؟ طب تعالى كده ايه نحلل المساله دي واحده واحده كده. اولا طبعا هو مديني الباور الماكسيمم، الباور الماكسيمم ده انا ما بعملش بيه حاجه، انا بشتغل بالباور الافريج. فقبل اي حاجه في الحل اجيب الباور الافريج. يبقى الباور الافريج هو بيساوي الباور الماكسيمم ضرب اللود فاكتور. ما هو اللود فاكتور الافريج على الماكسيمم، يبقى الكلام ده صح. الباور الماكسيمم كانت بتساوي 20,000 بوحده كيلو وات، يعني هي جاهزه اهي الوحده بتاعتها، مش كيلو فولت امبير يعني، تمام. واقوم ضاربها في اللود فاكتور اللي هو كان قايل لي عليه بكام، قال لي اللود فاكتور بيساوي 40%، يعني 4 من 10. يبقى هنضربها في 4 من 10، تمام. يبقى انت كده حضرتك جبت لي مين؟ الباور الافريج. تطلع لك الباور الافريج بكام؟ ب 8000 كيلو وات. يبقى دي الباور الافريج. كويس قوي. ايه كمان بقى؟ هو كان من ضمن الطلبات، هو كان طالب ايه؟ كان طالب اللي هو السي في، حلو كده؟ وكان طالب الكوست بتاع الكول بير يير. طيب ما هو عشان انا اجيب كميه الفحم دي في السنه، انا لازم اعمل ايه؟ لازم احسب هو الانرجي الكهربيه في السنه كلها بكام؟ يبقى دبليو اي في السنه الواحده بكام؟ والله الانرجي الكهربيه هي باور في تايم. بس انهي باور؟ باور افريج. يبقى هيساوي 8000 كيلو وات مضروبه في كام؟ في عدد ساعات السنه اللي هو 24 ساعه في 365 يوم. حلو كده؟ يطلع لك الرقم ده بكام؟ يطلع لك 70.08 في 10 اس 6 كيلو وات ساعه. يبقى دي كميه الطاقه اللي المفروض طالعه في الايه؟ في السنه الواحده. طيب دلوقتي بقى حضرتك عايز مين؟ انا عايز دلوقتي السي في بتاع الفحم.
طب هو السي في بتاع الفحم ده كان في القانون عامل ازاي؟ كان في قانون بيقول لك ان السي سي لكل كيلو وات ساعه هو بيساوي الاتش ار على السي في. طب المره دي السي في هو ده اللي unknown، ده اللي انا مش عارفه، يبقى انت لازم تعرف لي السي سي لكل كيلو وات ساعه وتعرف لي الاتش ار. عندنا حاجه كويسه، السي سي لكل كيلو وات ساعه مالها؟ جيفن انها 9 من 10 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعه، يبقى انت عندك الرقم ده ب 9 من 10 يساوي السي في، دي الانون. الاتش ار لازم اكون عارف، فالاتش ار فاكر دايما كنت بتجيبها ازاي؟ ان الاتش ار بتاعتك هي بتساوي كام؟ او يعني مش الاتش ار اللي بتساوي، الكفاءه نفسها اللي هي ايتا اوفرول بيساوي 860 على الاتش ار. طب انا لو معايا الايتا اوفرول للكفاءه الكليه يبقى انا كده اعرف اجيب الاتش ار. طب انت معاك الكفاءه الكليه؟ لا انا معايا الكفاءه بتاعت كل حته. طب ما خلاص يبقى انت كده معاك الكفاءه الكليه. ما هي الكفاءه الكليه هتبقى عباره عن ايه؟ انك تاخد الكفاءات دي كلها تضربها في بعض. احنا اتفقنا ان الكفاءه الكليه بتبقى حاصل ضرب كل الكفاءات بتاعت الستيجز اللي هي بتسلم بعضيها، ما البويلر بيسلم التربينه والتربينه بيسلم الجنريتور وهكذا. يبقى نقدر نقول ايه؟ ان ايتا اوفرول اللي عندنا دي بتساوي كام بقى؟ بتساوي كفاءه البويلر اللي هي 6 من 10 ضرب التربينه اللي هي 5 من 10 اللي هي ضرب الجنريتور اللي هو 9 من 10. يبقى 6 من 10 في 5 من 10 في 9 من 10، يبقى 6 من 10 في 5 من 10 في 9 من 10 يساوي ال 860 على الاتش ار. اذا انت كده بقت الاتش ار ايه؟ بقت الاتش ار معاك. هتروح تحسبها دلوقتي مثلا بالكالكليتر هيطلع لك ان الاتش ار بيساوي كام؟ هتطلع لك 3185.2 كيلو كالوري لكل كيلو وات ساعه. لو سمحت الوحدات مهمه، لازم تقول لي الوحدات، ترميليش الرقم كده. طيب يبقى ده الاتش ار اللي هروح اعوض بيهن، يبقى هقوم قايل كام؟ 3185.2. فمن هنا يبقى كده انت عرفت السي في. يطلع لك السي في بتاع الفحم بكام؟ يطلع لك ب 3539.1 كيلو كالوري لكل كيلو جرام من اللي بيتحرقوا من الفحم. طب كده حضرتك انت عملت ايه؟ انت كده جبت لي السي في بتاع الفحم. طب انا كنت عايز الكوست كول بير يير، يبقى انا لازم اجيب ايه؟ اجيب الكول كونسامشن بير يير. طب فدلوقتي لو انا عايز اجيب الكول كونسامشن بير يير اعملها ازاي بقى دي؟ هو كان مدينا ان السي سي لكل كيلو وات ساعه بيساوي كام؟ كانت جيفن في السؤال. تعالى نرجع تاني كده، السي سي لكل كيلو وات ساعه كانت بتساوي 9 من 10، يعني احنا محتاجين نحرق 9 من 10 كيلو جرام من الفحم، يبقى 9 من 10 كيلو جرام من الفحم لانتاج 1 كيلو وات ساعه. يبقى محتاج احرق قد ايه من الفحم لانتاج كميه الكيلو وات ساعه بتوع الير كلهم بقى، بتوع السنه كلها؟ ما هم كميه الكيلو وات ساعه بتوع السنه كلها، ومش هو ده الطاقه الكهربائيه بتاعت السنه اللي انا لسه حاسبها اللي هي بتساوي 70.08 في 10 اس 6؟ يبقى 70.08 في 10 اس 6 كيلو وات ساعه. اذا كميه الفحم اللي هتتحرق في السنه كلها هتساوي كام؟ اللي هي 70.08 في 10 اس 6 في 9 من 10. يبقى انت كده جبت لي ايه؟ كميه السي سي كول كونسامشن بير يير. يطلع لك بكام ده يا باشمهندس؟ يطلع لك ب 63.072 في 10 اس 6 كيلو جرام. طب خد بالك هو كان عايزها بالطن، يبقى تقسم على 1000. خلاص يبقى ده هيساوي 63.072 في 10 اس 3 وتبقى طن. هو كان عايز الثمن، ما هو قال لك ان الطن ب 15 دولار. يبقى اذا انت الكوست بتاعتك كلها في السنه هتبقى بكام؟ هتبقى ب 63.072 في 10 اس 3 طن في 15 دولار للطن الواحد. يبقى كده انت طلعت الدولارات اللي انت المفروض هتصرفها ايه؟ ككوست في السنه. طيب نرجع تاني كده للسؤال، انت كده في السؤال جبت لنا الكوست، يعني جبنا السي في وجبنا الكوست. طيب انا دلوقتي بقى عايز احسب ايه؟ power losses in each port، وبالتالي لما احسب الباور اللوس سهل ان انا احسب الانرجي لوس، لان الانرجي لوس هتساوي كام؟ هتساوي الباور اللوس في التايم، ما هو اي انرجي بتساوي الباور بتاعتها في التايم. اوكي طب تعالى بقى الباور لوسز بقى ايه؟ هتجيبها لي ازاي؟ تعالى بقى واحده واحده كده، واحده واحده. دلوقتي نرسم كده دايجرام بسيط يوضح لنا ايه الموضوع. انت عندك
اول حاجه في المحطه بتبقى مين؟ بتبقى البويلر. البويلر بتسلم مين؟ بتسلم التربينه. يبقى ده التربينه. والتربينه بتسلم مين؟ بتسلم الجنريتور. يبقى ده الجنريتور. اوكي؟ طيب كفاءه البويلر كانت بكام؟ الكفاءه بتاعت البويلر كانت جيفن ب 60%. طب وكفاءه التربينه كانت بكام؟ كانت جيفن 50%. كفاءه الجنريتور كانت بكام؟ كانت جيفن 90%. طيب في الاخر خالص بقى الجنريتور ده هيطلع لك ايه؟ هيطلع لي الباور الالكتريكال، صح كده؟ طيب تعالى احنا دايما بنتكلم على الايه؟ على الافريج. هي اللي تهمني اللي هي كانت كام الباور الافريج؟ نرجع تاني الاول للسؤال. الباور الافريج انا حاسبها اهي طلعت بتساوي 8000 كيلو وات. يبقى اذا الباور الافريج بتاعي في الاخر بتساوي 8000 كيلو ايه؟ كيلو وات. طيب ده شيء عظيم. دلوقتي بقى هو كان عايز ايه؟ كان عايز الباور اللي لاصز اللي ضاعت في كل مرحله، تمام؟ طب دلوقتي تقدر تقول لي الجنريتور 90% كفاءته طلع 8000 كيلو وات، يبقى كان داخل له كام؟ يبقى تعالى نقول مثلا على الباور اللي داخله له دي انها مثلا كانت اسمها P1، ونقول على الباور اللي داخله التربينه كانت اسمها P2، والباور اللي داخله للبويلر كانت اسمها P3. طب تعرف تجيب لي P1؟ هفكرك بحاجه، ايه المين ديفينيشن للكفاءه اصلا عموما؟ ان الكفاءه بتساوي الاوتبوت على الانبوت، صح كده؟ الاوتبوت باور على الانبوت باور. طب لو انا بتكلم على الجنريتور، ايتا بتاعه الجنريتور هتساوي كام؟ الاوتبوت بتاع الجنريتور مش هو المفروض اللي هي الباور الالكتريكال ان افريج اللي هم ب 8000، ومين الانبوت بتاع الجنريتور؟ مش هو البي 1؟ طب تعالى كده نعوض. باور الجنريتور ب 9 من 10 يساوي 8000 على بي 1. من هنا يبقى بي 1 بكام؟ يبقى نقدر نقول ان بي 1 هيساوي 8000 على 9 من 10، تطلع لك بكام؟ 8888.9 كيلو وات. يبقى انت حضرتك جبت لي بي 1 طلعت بكام؟ طلعت 8888.9 كيلو وات. حلو قوي. طيب تعرف تجيب لي P2؟ اه، ما هي الكفاءه بتاعت التربينه هي بتساوي الاوتبوت بتاعها على الانبوت بتاعها، يبقى P1 على P2. كفاءه التربينه بتساوي 50%، يساوي P1 اللي هي 8888.9 على الباور P2. يبقى من هنا نقدر اجيب مين؟ الباور P2. هتطلع لك P2 بكام؟ هتطلع لك 17777، تمام؟ 0.8 كيلو وات. طب يبقى انت كده عرفت P2 انها 1 بعدين 4 سبعات 0.8 كيلو وات. بنفس النمط تعرف تحسب لي P3؟ اه خلاص بقت سهله بالنسبه لك. يبقى الايتا بويلر هيبقى بكام؟ خد بالك الباور دي الكتريكال اللي طالعه من الجنريتور، اما اللي داخله للجنريتور دي هي باور ميكانيكال، خد بالك، ها؟ اللي هي طالعه من التربينه، وخد بالك ان اللي داخله للتربينه دي هي الباور المين؟ اللي هي الباور اللي هي بتاعت الستيم نفسها اللي طالعه. والباور بي 3 اللي داخله للبويلر دي هي مين؟ اللي هي الباور الحراريه للبويلر، ايه؟ بيبتدي ان هو يسخن بيها. فخد بالك ان مش كل الباورات دي كهرباء، ها؟ يعني هي في منهم كهرباء وفي ميكانيكا وفي حراري وفي ستيم وهكذا. طب ايتا بويلر بيساوي كام؟ احنا اتفقنا اي ايتا هي الاوتبوت على الانبوت، اوكي؟ طيب الاوتبوت على الانبوت بقى هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كالتالي. تعالى كده واحده واحده، انت اوتبوت البويلر هو P2 وانبوت البويلر هو P3. طب ايتا بويلر بيساوي 6 من 10 يساوي P2 اللي هو 17777.8 على P3. من هنا يبقى انت قدرت تجيب مين؟ P3. تطلع لك P3 بكام؟ طلعت 29629، يبقى 29629، يبقى طلعت 29629.6 كيلو وات اهي. يبقى ده، يبقى اذا P3 طلعت 29629.6 كيلو وات. طب هو انا نسيت، هو كان ايه المطلوب اصلا؟ كان مطلوب اللوسز ان ايتش بورت، الباور لوسز ان ايتش بورت. تعال نرجع تاني لراس السؤال.
نفس السؤال كان بيقول لك انا عايز power losses in each port بس بوحدة ميجا وات، مش هنختلف على ميجا دي، نجيبها بالكيلو وبعدين نقسم على 1000. طب يبقى تعالى بقى ازاي نجيب الباور لوسز بقى ان ايتش بورت. انت عندك بقى الجنريتور، الجنريتور كان داخل له 8888 طلعوا 8000، يبقى اللوسز كام؟ فرقهم. يبقى اذا احنا دايما نقدر نقول ايه بقى، ان اللوسز هتساوي كام؟ تعالى حتى ناخد الشكل اللي فوق ده، اوكي، ناخده كله كوبي كده، لان ده يعتبر ايه النتيجه اللي احنا حصلنا عليها من الصفحه دي. تعالى بقى ننقلها هنا ونبتدي بقى ان احنا نتكلم عن اللوسز. اوكي طيب يلا بينا. دلوقتي لو حبيت اقول لك انا عايز الباور لوسز اللي ضاعت في الجنريتور هيساوي كام، هتلاقيها ان اللي ضاعت في الجنريتور هتساوي بي 1 ناقص البي الكتريكال، يعني الدخول ناقص الخروج، يعني 8 بوينت تسعة ناقص ال 8000 يطلعوا لنا كام؟ 8.9 مظبوط؟ بوحدة كيلو وات. حلو الكلام؟ خد بالك احنا عايزينها بالميجا وات، ماشي ما اختلفناش، يبقى ب 1000. فلما هتقسم على 1000 يعني 0.89 ميجا وات، يبقى دي اول لوسز عندك. طب تعرف تجيب لي باور لوسز التربينه؟ اه، اللي داخل لها ناقص اللي خارج منها، اللي داخل لها هو الواحد سبعة 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 بوينت تمانية تمانية بوينت تسعة كيلو وات، وبالمرة بقسمها لي على 1000 عشان تبقى ايه، يبقى الناتج بالميجا وات على طول. يطلع لك الباور لوسز اللي في التربينه بكام؟ 8.9 او 80 ميجا وات، يبقى ضاع 8 ميجا وشويه. طب باور لوسز البويلر هتساوي كام بقى؟ هتساوي اللي داخل لها اللي هم 29.6 29.6 ناقص اللي طالع منها اللي هي 1.47.8، بس ده بالكيلو وات لو قسمتها على 1000 عشان تبقى بالميجا وات. طلعت لك بكام بقى اللي هو اللوسز بتاعت البويلر؟ ب 11851.8 من 10 كيلو وات لما قسمتها على 1000، يبقى بس ايه نقدر نقول ان هتبقى البوينت هنا، ماشي، يبقى 11.85، حتى سيبك من الواحد ده مش مهم للتقريب، ميجا ايه، ميجا وات. طب يبقى نقدر نقول ان ده losses in each port. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان اللي هو التوتال بقى ايه، التوتال انرجي لوس بقى او توتال باور لوس، يبقى باور لوس توتال هيساوي كام بقى يا جماعه؟ هيساوي ان انت تجمع ال 0.889 زائد ال 8.89 زائد ال 11.85، يبقى هجمعهم مع بعض ده يديني كميه اللوسز الايه؟ الكليه في المحطه. طلعت اللوسز الكليه في المحطه 21.629 ميجا وات، يبقى دي اللوسز الايه؟ الكليه في المحطه. كان في حاجه هو طلبها مني في الاخر، كان قايل لي عايز الانرجي لوسز بير يير. طب احنا عارفين ان اي انرجي هي باور في تايم، بس المره دي هو مش عايز الانرجي اللي طالعه، وعايز الانرجي اللوس، يبقى الباور ده هو باور اللوس. طب باور اللوس بكام؟ انت مش جبتهم اللي هم 21.629 ميجا وات؟ لو ضربتها في التايم اللي هو عدد ساعات السنه اللي هو 24 ب 365، يبقى خد بالك ان الوحده بتاعت دي كلها ساعه، يبقى الناتج بتاعك هيطلع بكام؟ هيطلع لما اضربهم في بعضيهم كده يطلع 1.89470، ويبقى الناتج وحدته ميجا وات ساعة، يبقى دي كمية الانرجي لوسز اللي ضاعت مني في السنة كلها. طيب المسألة دي كانت في منتهى الأهمية علشان تعرف انك ازاي انك تحل كل جزء في المحطة لوحده. طيب تعال نشوف مسألة كمان، يلا بينا اكزامبل كمان كده. اكزامبل جاي ده هو سهل جدا كده، هو بس ايه فكرته حاجه بسيطه قوي، بيقول لك for an 8 hours shift، يعني ورديه من الشفتات، ماشي، بتاعت المحطه مدتها 8 ساعات، ماشي، اوف باور ستيشن. مالها بقى اللي هي الفتره بتاعت ال 8 ساعات بتاعت شغل المحطه دي؟ قال لك كميه الكيلوجرامات الميه اللي المفروض المحطه دي احتاجتها بتساوي 13500
بلس 7.5 مضروبة في الكيلو وات ساعة اللي المفروض المحطة تطلعها بوحدة كيلو جرام من الايه؟ من المية. يعني دي كأنها الفانكشن اللي بتطلع لك ايه؟ الفانكشن اللي بتطلع لك احنا محتاجين كام كيلو جرام من المية. طب برضو انت محتاج فحم، قال لك ان الفحم الفانكشن بتاعته كانت بتساوي 5000 بلس 2.9 كيلو وات ساعة، برضو دي بوحدة كيلو جرامات بس من الفحم. يبقى خد بالك انت المحطة بتاعتك محتاجة فحم ومية، فانت لو مثلا يعني احتجت ايه تطلع من المحطة دي 10 كيلو وات ساعة، فانت تشيل الكيلو وات ساعة في المعادلة اللي فوق اللي تحت وتحط مكانها 10 وتعوض في المعادلتين، يطلع لك كمية كيلو جرامات المية اللي انت محتاجها وكمية كيلو جرامات الفحم اللي انت محتاجها. طيب تعال نكمل. قال لك ايه بقى؟ قال لي what is the limiting value. what is the limiting what is the limiting value limiting value لمين بقى؟ قال لك what is the limiting value of W over C ماشي as the station output kilowatt hour increase. يبقى عايز ال limiting value لل W over C كمية the station output kilowatt hour increases، يعني لما كمية الكيلو وات ساعة اللي مطلوبة من المحطة تزيد يبقى ال limiting value، انت اخرك تبقى ال limiting value لل W over C بكام؟ وصلت كده الفكرة؟ طب عايزين نشوف ايه؟ عايزين نشوف هنحل دي ازاي؟ طب ازاي احنا هنحسب بقى اللي هو ال limiting value ده؟ لو تفتكر كده هو ده ال limiting value ده اللي هو limit، يعني اللي احنا خدناه قبل كده في الماس. يبقى limit لل W over C لما ايه بقى؟ لما الكيلو وات ساعة times to infinity. ما بيقول لك بقى كل ما الكيلو وات ساعة دي تزيد يبقى انت هتقول ايه؟ هتقول ليميت لل W على C، W على C اللي هي 13500 بلس 7.5 كيلو وات ساعة على 5000 بلس 2.9 مضروبة في كيلو وات ساعة لما الكيلو وات ساعة تايمز تو انفينيتي. فلما تعوض عن الكيلو وات ساعة بانفينيتي هتطلع لك انفينيتي اوفر انفينيتي. فده اللي هو كان الانديفايند. فاكرين كنت ساعتها بتعمل ايه؟ كنت يا اما بتقسم فوق وتحت على كيلو وات ساعة، يا اما كنت بلوبيتال بتعمل ايه؟ بتبقى تبتدي انك تعمل ديفرنشيشن فوق تعمل ديفرنشيشن تحت بالنسبه للكيلو وات ساعه. تعالى كده نعمل ديفرنشيشن، فال 13500 ديفرنشيشن بتاعها هيبقى بزيرو، وال 5000 هيبقى الديفرنشيشن بتاعها بزيرو، والترم ده هيبقى الديفرنشيشن بتاعه بيساوي 7.5، والترم اللي تحت الديفرنشيشن بتاعه هيبقى 2.9. يبقى اذا الرقم ده اللي هو 7.5 على 2.9 هو اللي هو هيساوي 2.6، هو ده الرقم اللي هو عايزه اللي هو limiting value. طب كان في طلب كمان بيقول لي find the cool consumption، كميه الفحم هتساوي كام at no load. at no load يعني ايه؟ يعني المحطه مش بتطلع كام، مش بتطلع اي كيلو وات ساعه. قال لك يبقى at no load هتعوض عن الكيلو وات ساعه بكام؟ هتعوض عنها بزيرو. يبقى لما تعوض عن الكيلو وات ساعه بزيرو يبقى كميه الفحم اللي المفروض احنا محتاجين نحرقها at no load بكام؟ ب 5000. طبعا ممكن يكون حد فيكم مش متخيل المعنى ده، يعني ايه المحطه مش هتطلع اي كيلو وات ساعه واقوم حارق 5000 كيلو جرام فحم؟ طب احنا بنحرقهم ليه يعني؟ ما انت ما تنساش حاجه، ان المحطه لو احنا مش عايزين نطلع منها كهربا بنبتدي ان احنا نشغلها بس على يعني بنشغلها على الحد الادنى ليها اللي هو علشان خاطر تفضل شغاله تفضل سخنه. لان المحطه لو انا مش محتاج الكيلو وات ساعه منها فرحت اعمل لها شت داون، لما اجي احتاج منها بقى كهرباء واجي اعمل لها ستارتنج اب، لو تفتكروا كانت من ضمن العيوب بتاعت المحطات اللي هي الثيرمال او محطه الستيم تحديدا، ان لما بعمل لها ستارتنج اب بتاخد من حوالي من 5 ل 8 ساعات عقبال ما تبتدي تعمل ستارتنج. فطبعا انا مش بحب اسيب المحطه دي تبرد، يبقى اثناء ما انا مش محتاج كيلو وات ساعه انا بفضل اديها فحم بس تسخين كده علشان لو بردت واتعمل لها شوتنج داون واجي افتحها تاني هتحتاج بتاع 8 ساعات عشان تفتح تاني. يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده حاليا المحطه قبل ما تفتح يكون احتياجي راح كده. تمام؟ طيب يبقى المساله دي بس كان ايه؟ يعني عايزه توصل الرساله دي مش اكتر. طب تعالى نشوف بقى مساله كمان. اوكي؟ نحل يلا اكتر. بيقول لك عندنا ايه؟ بيقول لك عندنا 100 ميجا وات ستيم ستيشن. حلو كده؟ يبقى عندنا 100 ميجا وات ستيم ستيشن. يوز كول اوف سي في بيساوي كذا. حلو كده؟ جميل قوي. خد بالك ان هو ايه؟ قال لي ان احنا عندنا 100 ميجا وات ستيم ستيشن. تمام؟ طب ال 100 ميجا وات دول هم افريج ولا ماكسيمم؟ فاكر كده لما قلت لك ان لما ما اقولكش هو كام بيبقى ده باي ديفولت الماكسيمم؟ طيب ركز بقى كويس في الحته اللي جايه دي.
انا طبعا ما بشتغلش بالماكسيمم، انا بشتغل بمين؟ بشتغل بالافريج. فانت لازم الاقي مين جيفن معانا، الاقي اللود فاكتور جيفن، او على الاقل على الاقل الاقي مطلوب، يعني كانه انون يعني ومطلوب. لكن في المساله دي لما انت هنكمل قرايتها سوا مع بعض هتلاقي ان اللود فاكتور ولا هو جيفن ولا هو مطلوب. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا بنعتبر ان اللود فاكتور بتاعنا طالما هو بقى هي نوت جيفن، وطالما هو مش يعني مش مطلوب مني ان انا احسبه بكام، فانا كاني بعتبر ان ال 100 ميجا وات دول هم مين؟ هم الباور الافرج. وصلت كده الفكره؟ يعني كانك اعتبرت اللود فاكتور بواحد. طب تعالى نكمل. يبقى عندنا الباور الافرج بيساوي 100 ميجا وات. بيقول لك انها بتستخدم الفحم السي في بتاعه بيساوي 6400 كيلو كالوري لكل كيلو جرام اللي بيتحرقوا في الفحم. طيب بيقول لك ان الثيرمال افشنسي، ماليش الاوفرول ها، ادي ثيرمال، يبقى ايتا ثيرمال بيساوي 30%، والكتريكال افشنسي بيساوي 92%. طيب ده عظيم جدا. يبقى كان عايزين السي سي بير اور في الساعه الواحده انا هحرق كام كيلوغرام من الفحم. When the station is delivering its full load. بعد كده قال لي يبقى عايز السي سي في الساعه at full load. يعني ايه at full load؟ at full load يعني لما تكون المحطه مطلعه باور الافريج كلهم ال 100 ميجا. قال لي واحسبها تاني. تمام كده؟ بس at ايه بقى؟ at half load. يعني لما نكونوا محتاجين نص الايه؟ نص ال 100 ميجا، يعني محتاجين نطلع 50 بس. وصلت كده الفكره؟ حلو قوي. بالطبع هيطلع نص الحل، يعني من الاخر احنا هنجيب واحد ونضرب ايه؟ ونضرب في نص يعني. فاذا انت بس المساله دي هدفها ان اعرفك يعني ايه فول لود وهاف لود. تمام؟ طيب تعالى كده بقى واحده واحده. احنا ايه اللي معانا؟ احنا اللي معانا الايتا والايتا، فدي ممكن اجيب منها ايتا اوفرول على طول. يبقى ايتا اوفرول هتساوي كام؟ هتساوي اللي هو 3 من 10 ضرب 92 من 100 بالمره كده. مش ده هيساوي 860 على الهيت ريت؟ اه يبقى بالمره بقى. يبقى اذا نجيب الهيت ريت على طول، يبقى الهيت ريت هيساوي كام؟ طلع 311 5.94 كيلو كالوري لكل كيلو وات ساعه. يبقى ده الهيت ريت. طب بالمره بقى انت عايز مين؟ انا عايز دلوقتي اللي هو السي سي، كميه الكول بير اور. تمام؟ خد بالك انت القانون اللي انت عارفه للسي سي بيقول لك ايه؟ الكول كونسامشن لكل كيلو وات اور مش بير اور. تفرق. دي معناها كميه الفحم اللي المفروض تتحرق في الساعه الواحده. دي معناها كميه الفحم اللي المفروض تتحرق لانتاج كميه طاقه كهربائيه مقدارها 1 كيلو وات ساعه. فده طبعا يفرق. فالقانون بيقول لك سي سي لكل كيلو وات اور يساوي كام؟ يساوي الاتش ار على السي في. طب ال HR عندنا بكام؟ ب 3115.94. طب والسي في ب 6400. الوحده تبقى ايه؟ تبقى كيلو جرام لكل كيلو وات ساعه من اللي احنا عايزين ننتجه. طلعوا كام؟ طلعوا بيساوي 0.487. يبقى احنا دلوقتي محتاجين نحرق 0.487 كيلو جرام من الفحم لانتاج 1 كيلو وات ساعه كهرباء. طب انا دلوقتي عايز اعرف بقى في الساعه الواحده يا ترى كميه الكهرباء قد ايه؟ يبقى دلوقتي دي طاقه كهربائيه دبليو اي. يبقى دبليو اي بيساوي كام؟ مش بيساوي الباور في التايم، اللي هي الباور الافريج في التايم. طب انت عايز الدبليو اي في اليوم ولا في السنه ولا في، لا انا عايزها في الساعه، يعني انا الزمن بتاعي دلوقتي انا شغال هي ساعه واحده. تمام؟ يبقى في ساعه واحده بس. يبقى ساعتها هتساوي كام؟ هتساوي الباور الافريج بتاعك اللي هي 100 ميجا وات، فاكرين كده اللي هي 100 ميجا وات مضروبه في التي، التي هنعوض بكام؟ هي ساعه واحده بس، يعني تطلع لنا 100 ميجا وات ساعه. طب انا دلوقتي ما بتعاملش بالميجا وات ساعه، بتعامل بالكيلو وات ساعه، لانك لو تفتكر في اللي فات كانت كيلو وات ساعه. يعني ال 100 ميجا وات ساعه دول انا ممكن اخليهم 100 في 10، الميجا طبعا 10 اس 6، لو خدنا 3 منها يبقى لنا كيلو وات ساعه. يبقى دي كميه الطاقه الكهربائيه في الفول لود. طب انت بقى عندك ايه؟ انت بتحرق 0.487 كيلو جرام من الفحم لانتاج 1 كيلو وات ساعه من الكهرباء. يا ترى هنحرق كام كيلو جرام فحم لانتاج ال 100 في 10 اس 3 كيلو وات ساعه كهرباء
اللي هم يطلعوا لك الالكتريكال انرجي في الساعه الواحده، فهنعمل المقص. يبقى اذا السي سي في الساعه الواحده هيساوي كام؟ ان احنا هنضرب الرقمين دول في بعض، فلما ضربتهم في بعض طلعوا بيساوي 48.7 في 10 اس 3 كيلو جرام. ده ات فول لود. يبقى ات هاف لود هيساوي كام يا جماعه؟ انك هترجع تعوض تاني، بس بدل ال 100 دي 50، او انك ببساطه شديده الرقم الاخير ده تقسمه على 2 لانه قال لك هاف لود. اظن سهله. طيب تعالى كده مع بعض بقى نشوف اخر مساله خالص، واخر مساله دي هي هتلاقيها برضو ما تبعدش كتير عن الافكار اللي احنا قلناها، ولكن هي فيها ايه؟ فيها تريب كده في الوحدات. ايه بقى؟ بيقول لك عندنا thermal power plant has the following data. اول حاجه انها cool fired، ماشي، يعني based على انها بتحرق فحم. بيقول لك البلانت كاباسيتي، خد بالك من الكلام، ها فاكرين الكلمه دي، بلانت كاباسيتي بيساوي كام بقى؟ بيساوي 1000 ميجا وات. ده الباور الماكسيمم. احنا اتفقنا ان كلمه كاباسيتي دي احد الالفاظ اللي بتدل على الماكسيمم باور. بيقول لك 9% من ال 1000 دول، 9% من ال 1000 دول، من ال 1000 ميجا وات is exhausted for internal service، بيروحوا للخدمات الداخلية للمحطة. يعني أنا كشبكة كهرباء هل بستفيد بال 9% دول بحاجة؟ قال لك لأ. أمال بستفيد بكام؟ يبقى أنا كده بستفاد بال 91% اللي فاضلين. يبقى خد بالك بقى إن أنا بالنسبة لي إن المحطة دي هي بتطلع 1000 ميجا وات بس إيه بقى؟ بس 9% منهم هي بتاخدها لنفسها لخدمات المحطة الداخلية. طب وال 91% هم دول اللي الشبكة شايفاهم. يبقى انا بالنسبه لي الباور الماكسيمم هي مش 1000، الباور الماكسيمم هي 91% من ال 1000 اللي هم بقيه ال 9%. طب خلينا نكمل. بيقول لك ان السي سي بير داي، سي سي بير داي بيساوي 9800 طن. طيب ده عظيم. وبيقول لك ان الكالوريفيك فاليو بتاعت الفحم بتساوي 11500 بي تي يو بير باوند. الله الله الله، ايه ده بقى؟ بص بقى دلوقتي، انت فاكر السي في كانت وحدتها ايه؟ كانت وحدتها كيلو كالوري لكل كيلو جرام. لا احنا هنا شغالين بالوحدات بقى الايه؟ بوحدات تانية. ان الكيلو جرام معبرين عنها، يعني بدل الكتله بالكيلو جرام معبرين بالباوند، وبدل بالكيلو كالوري معبرين بالايه؟ بالبريتش ثيرمال يونت اللي هي البي تي يو. ماشي، تعال نشوف بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي التصرف بتاعنا في موضوع البي تي يو والباوند ده. وخد بالك ان فوق خالص هو قايل لك بالطن، والطن ده يعني 1000 كيلو جرام، يعني الوحده بتاعت الكتل هنا تعتبر بشكل غير مباشر بالكيلو جرام، والوحده بتاعت الكتل هنا بالباوند، فده ما ينفعش. يبقى لازم نوحد، يا اما كله يبقى بالكيلو جرام يا اما كله يكون بالباوند. انت شوف هتعمل ايه. تعال نكمل. بيقول لك ستيم جنريشن افشنسي، ستيم، خد بالك بقى من دي، ستيم جنريشن generation efficiency، تمام، بتساوي 86%. ايه الكفاءه دي؟ الكفاءه دي غريبه قوي، احنا ما سمعناهاش قبل كده. هل مثلا حد ممكن يقول لي ان دي كفاءه الجنريتور؟ لا، طب ما دي كنت قلتها لك ان هي generator efficiency على طول، او electrical efficiency. طب هل دي كفاءه المحطه؟ لا، كنت قلت لك اسمها الاوفرول thermal efficiency او الاوفرول efficiency. امال دي كفاءه ايه؟ دي كفاءه انتاج الستيم، انتاج البخار. ايه حكايه كفاءه انتاج البخار دي بقى؟ اقول لك بقى. دلوقتي انت الفحم اللي انت جايبه ده، مش كميه الحراره اللي هي الكيلو كالوري او البريتش ثيرمال يونت اللي طالعه من الحرق بتاعه هي دي اللي هتتحول لبخار، او يعني هي دي الطاقه اللي هتساهم في ان الميه تغلي في البويلر وتتحول لبخار؟ قال لك الموضوع ده هيتم بس بستيم جنريشن افشنسي 86%. يعني ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان الفحم هو بيساوي 11500 السي في بتاعه، الكالوريفيك فاليو يعني كميه الطاقه الحراريه الكامنه جواه، ولكن هو دي القيمه الاسميه، يعني هو اسمه كده، لكن هو مش فحم فرز اول. يعني نقدر نقول ان الفحم له سي في اكتوال، يعني نقدر نقول ان السي في اللي هو جيفن دي كانت سي في نظريه، كالوريفيك فاليو نظريه او قيمه اسميه. اكتشوال بقى هي بكام؟
اكشوالي الفحم هيبقى 11500 ضرب 86%. يعني كأن لما يقول لك ستيم جنريشن افشنسي كأنها الافشنسي بتاعت الفحم نفسها. وصلت كده الفكره يا جماعه؟ يبقى خد بالك احنا المساله دي فيها افشنسي جديده اسمها ستيم جنريشن افشنسي. يبقى السي في اكتوال او السي في ريل الحقيقيه هي 11500 ضرب 86%، يعني كام؟ يعني 9890، بس ستيل لسه الوحده بي تي يو لكل باوند. طب يبقى خد بالك ده الرقم اللي انا هستخدمه مش ده. طب خلاص كده احنا فهمنا يعني ايه ستيم جنريشن افشنسي. تعال نكمل بقى، هو ايه المطلوب في المساله دي؟ قال لي فايند ذا اوفرول افشنسي. فايند ذا اوفرول افشنسي، ايتا اوفرول بتساوي كام؟ طيب فاكرين ايتا اوفرول بتساوي كام؟ مش كانت بتساوي 860 على الاتش ار؟ طيب ده عظيم. يعني ايتا اوفرول لو انا عايز اجيبها، لو جبت الاتش ار يبقى تمام قوي. يبقى خد بالك بقى انا ممكن اقول ايه؟ هقول ان الخطه كالتالي، الخطه ان انا اجيب الاتش ار ومنها يبقى انا جبت الكفاءه. طيب دي خطه كويسه جدا. طب الاتش ار هتجيبها ازاي؟ والله كان في قانون بيقول لي ايه، ان السي سي لكل كيلو وات ساعه بيساوي الاتش ار على السي في. لو انا عارف السي في والسي سي لكل كيلو وات ساعه يبقى انا عارف الاتش ار. طيب دي بدايه كويسه. انت ازاي بقى هتجيبهم؟ والله السي في دي هي السي في الاكتوال اللي انا معايا. طب خد بالك ان دي معاك، يبقى مين ناقصك؟ ناقصك ده السي سي لكل كيلو وات ساعه. طب هو كان في كول كونسامشن جيفن في المساله، اه كان ب 9800 طن، بس دي في الايه؟ في اليوم. يبقى خد بالك بقى هو كان مديلك ان احنا بنحرق 9800 طن فحم، بس ده في اليوم. انا مش عايزها بقى في اليوم، امال عايزها ايه؟ انا عايز اعرف انا بحرق كام طن فحم او كام كيلوجرام فحم لانتاج، انا عايز اعرف بقى دي كام لانتاج كام كيلو وات ساعه. يبقى انت محتاج تعرف ايه كميه الانرجي المنتجه في اليوم اللي هي كيلو وات ساعه. يبقى دلوقتي احنا محتاجين ال WE في اليوم يساوي كام؟ والله ال WE هي باور في تايم. طب تعالى باور افريج بالطبع، يبقى ده هيساوي كام؟ تعالى نرجع. هو دلوقتي كان قايل لي ايه؟ كان قايل لي ان البلانت الكاباسيتي بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي 1000 ميجا وات. طب حلو قوي، خد بالك بقى ان في تريب تاني جاي لك. ايه هو بقى؟ واحده واحده بقى كده. دلوقتي انا عشان اعوض هنا انا محتاج الباور الافريج. طب عشان اجيب الباور الافريج هل احنا معانا؟ لا، انا معايا البلانت كاباسيتي اللي هو الباور الماكسيمم. طب معاك اللود فاكتور؟ لا. طب هل هو مطلوب؟ لا. يبقى انا بعتبر ايه؟ اعتبر ان كان اللود فاكتور بواحد، ويبقى كان هو ده الباور الافريج. هتقول لي يا باشمهندس بس ده الكاباسيتي، مش هعمل لك ايه؟ ما هو اللود فاكتور نوت جيفن. فاحنا بنعمل اسامبشن ان كان اللود فاكتور بتاعنا ايه؟ كانه بواحد، او كان اللي هو البلانت كاباسيتي اللي هو ال1000 اللي هو بيقول لك عليها دي هي الافريج. بس خد بالك، هل انت بتاخد ال1000 كلهم ولا في 9% منهم انت مش بتاخدهم؟ اه في 9% مش بتاخدهم. يبقى اذا الباور اللي حوض عنها هنا هي مش 1000 بقى، هي 91%، 91% من اللي هم ال1000 ميجا وات. طب والتايم هيبقى بكام؟ انا عايز دلوقتي سكيل اليوم، يبقى تايم 24 ساعه. طيب واحده واحده كده معايا. يبقى دلوقتي بقى ال WE بتاعتك هتطلع بكام؟ هتطلع بتساوي لما نضرب الارقام دي كلها في بعض 910، والوحده تبقى ميجا وات ساعه. طب جميل، يبقى 910 ميجا وات ساعه. يبقى ده اللي هو الايه؟ ال W الـ او سوري ده الرقم ده لسه لما هنضربه بقى في 24، يبقى الرقم ده كله على بعضه هيطلع لك بكام؟ هيطلع لك بيساوي 2000 او 21840 ميجا وات ساعه. طب احنا دايما بنتعامل بالكيلو وات ساعه، ماشي سهله. يبقى بدل ما تبقى ميجا خليها لنا في 10 اس 3 وتبقى كيلو وات ساعه. طب جميل، ده كده كميه الانرجي او كميه الكيلو وات ساعه اللي المفروض بيطلعوا في اليوم. انت بقى عندك ايه؟ احنا عايزين نعرف احنا بنحرق كام كيلو جرام من الفحم
لإنتاج 1 كيلو وات ساعة، علما بإن إحنا بنحرق 9800 طن من الفحم في اليوم الواحد، اللي هو اليوم الواحد ده ترجمته بالنسبة لي كام كيلو وات ساعة؟ 21840 في 10 أس 3، يبقى 21840 في 10 أس 3 كيلو وات ساعة، اللي هم بتوع ترجمة كلمة إيه؟ اليوم الواحد. يبقى من هنا نقدر نقول إن السي سي لكل كيلو وات ساعة أقدر أحسبها؟ أه طبعًا بسهولة، إن هو هتساوي كام بقى اللي هي دي؟ هتساوي اللي هي 1 ضرب 9800، بس يا ريت بقى نخليها بدل الطن دي نخليها في 10 أس 3 عشان تبقى بالكيلو جرام، على 21840 في 10 أس 3 عشان تبقى بالكيلو وات ساعة. يبقى كده أنت حضرتك جبت لي مين؟ السي سي لكل كيلو وات ساعة. طيب ده شيء عظيم، بس هنا بقى في تريب. ايه هو بقى؟ ان الوحدة هنا ستيل كيلو جرام. احنا اتفقنا ايه يا جماعة؟ اتفقنا ان احنا عايزين يا اما الوحدات بتاعتنا تبقى كلها كيلو جرام، يا اما انها تكون كلها باوند. طيب في اخر المسألة كان مديني جيفن. ايه الجيفن ده بقى؟ قال لي assume that ان الواحد طن بيساوي 2000 باوند. طب تحب بقى تخلي المسألة كلها طن ولا تحب تخليها كلها باوند؟ أقول لك على حاجة، خليها كلها باوند. ماشي، يبقى ال 9800 طن دول هيبقوا بكام؟ الواحد طن ب 2000 باوند، يبقى لو شلت كلمة طن واضرب هنا في 2000 تبقى الوحدة باوند. يبقى دلوقتي ال 9800 دول لو ضربتهم في 2000 يبقى الوحدة دلوقتي بقت باوند. يبقى دلوقتي الرقم اللي هيطلع لي ده من الكالكوليتر لما احسب الموضوع ده هيطلع بكام؟ هيطلع بيساوي 0.897، وهتكون الوحدة باوند لكل كيلو وات ساعة. طب ده السي سي لكل كيلو وات ساعة. فكرني كده حضرتك، السي سي لكل كيلو وات ساعة كان بيساوي كام؟ كان بيساوي الاتش ار على السي في. طيب يبقى دلوقتي الاتش ار هيساوي كام؟ هيساوي السي سي لكل كيلو وات ساعة مضروب في السي في. طبعا السي في اللي هي الاكتشوال، يبقى ده هيساوي 0.897 باوند لكل كيلو وات ساعة مضروبة في السي في الاكتشوال. السي في الاكتشوال تفتكر كنا جايبينها بكام؟ ب 9890 بي تي يو لكل باوند. يبقى 9890 9890 بي تي يو لكل باوند. لما نضرب الحاجات دي كلها في بعضيها تطلع لك بكام بقى اللي هو الاتش ار؟ طلع ب 8875.64. بس ممكن تقول لي الوحده، خد بالك ان باوند راحت مع باوند، يتبقى لك بي تي يو فوق لكل كيلو وات ساعه. اه احنا دايما كنا متعودين على ان الاتش ار وحدتها كيلو كالوري لكل كيلو وات ساعه، طلعت هنا بي تي يو لان احنا شغالين بوحده البي تي يو اللي هي بريتش ثيرمال يونت. فاكر المساله دي كانت عايزه ايه اصلا؟ كانت عايزه الكفاءه ايتا اوفر رول. طب ما خلاص، ما ايتا اوفر رول هتساوي ايه؟ اللي هي مقلوب الاتش ار على طول. بس فاكر انت بقى كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان ايتا اوفر رول بيساوي 860 على الاتش ار، بس الكلام ده لما الاتش ار كانت كيلو كالوري لكل كيلو وات ساعه. فاكرين يا جماعه ال 860 دي جت منين؟ مش التحويله من الكيلو كالوري لكيلو وات ساعه؟ لكن دلوقتي بقى احنا عايزين نقول انه هيساوي كام على الاتش ار، علما بان الاتش ار حاليا هي مش كيلو كالوري، هي بي تي يو لكل كيلو وات ساعه. بالطبع اكيد الرقم اللي فوق ده مش هيبقى 860. ليه؟ لانك دلوقتي انت مش شغال تحويل الكيلو كالوري لكيلو وات ساعه، انت شغال بي تي يو لكل كيلو وات ساعه. يبقى الرقم ده هيكون بكام؟ هيكون 3412. يبقى احنا هنشتغل بمين؟ بالستايل ده. يبقى الايتا اوفر رول هتطلع 3412 على الاتش ار اللي هي بالبي تي يو، اللي هي بكام بقى؟ اللي هي بتساوي 8875.64، تطلع لنا 38.5%. يبقى من هنا بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ نرجع تاني للصفحه اللي احنا كتبنا فيها ملخص القوانين. احنا كنا قايلين ان هنا الايتا اوفر رول 860 على الاتش ار. لا، احنا هنديها بقى حاجه كانت تانيه، ان الايتا اوفر رول بيساوي 860 على الاتش ار، ده لما الاتش ار يكون بالكيلو كالوري لكل كيلو وات ساعه.
ويساوي 3412 على الاتش ار، ده لو كانت الاتش ار بالبي تي يو لكل كيلو وات ساعه. طب هل مثلا انا هفاجئك بوحده ثالثه غير الكيلو كالوري والبي تي يو؟ قال لك اه في وحده ثالثه لما يكون الاتش ار بوحده كيلو جول، ما هي طاقه بقى، لكل كيلو وات ساعه. قال لك ساعتها هيكون الرقم اللي فوق ده 3600. يبقى احنا دلوقتي عايزين نعرف ثلاثه فيرجنز من قانون الايتا اوفر رول، ان هو كلهم بيساوي رقم على الاتش ار، بس الرقم ده هيعتمد على وحده الاتش ار عامله ازاي. يا جماعه المساله الاخيره دي كان فيها ملاحظات كتير، ماشي؟ فانا عايزك تقعد تحلها كده واحده واحده، ونبتدي بقى ان احنا ايه لو في مشاكل نتناقش فيها سوا، تمام؟ طيب كده يبقى احنا خلصنا المسائل كلها بتاعت الستيم باور ستيشن، اوكي؟ هننهي على كده التوتوريال بتاعنا، والمره الجايه هنبتدي ان احنا نشوف باقي المحطات اللي هي المحطات اللي هي الحراريه، اللي هو الجاز والكومباين سايكل والديزل باور ستيشن. ده هيكون ان شاء الله في التوتوريال الجاي. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.